والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. إطلالة على الاقتصاد مع مصطفى ميزار، أهلا بك زميلي. شكرا نهى توفيق، وشكرا أيضا يوسف عبدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. فاز البنك المركزي بعدد من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي، والذي يضم في عضويته أكثر من 100 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة. جاء ذلك تقديرا لجهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع. ضمت جوائز البنك المركزي جائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2,722,000,000 دولار مقابل 2,406,000,000 دولار خلال موسم 2020-2021. هذا وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.3 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن خلال موسم 2020-2021. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة كراسس فيتمت الروسية العاملة في مجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية. يأتي ذلك في إطار توافد الشركات الروسية على المنطقة في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد. وتم خلال الاجتماع استعراض المزايا والحوافز التنافسية العالمية والتي تقدمها المنطقة. إلى سوق المال، حيث تبينت المؤشرات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات متوسطة. ربح فيها رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بما نسبته 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بما نسبته 95% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط. ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلع، ذكرت أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع أوبك بلس الإنتاج بنحو 1,000,000 برميل يوميا في الاجتماع القادم في أكتوبر. ورفض تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين ومن بينهم الولايات المتحدة، ومع ذلك انخفضت الأسعار بشدة في هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. تراجعت البورصات الأوروبية اليوم مع تواصل عمليات بيع الأسهم مدفوعة بالمخاوف المتصاعدة من الركود الذي يعم العالم مع تشديد بنوك مركزية لسياساتها النقدية. هبط المؤشر داكس الألماني 7% ليبلغ أدنى مستوياته والتي كان قد بلغها في نوفمبر من عام 2020، بينما خسر المؤشر الإيطالي 1.2% متخليا عن كل مكاسبه بسبب نتائج الانتخابات العامة. وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا بنسبة 1%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة.